يبدو أن المعاناة باتت عنوان عيش العراقيين في حلهم وترحالهم، فالنازحون في فصل الشتاء باتوا يخافون من احتراق خيمهم بسبب المدافئ التي أصبحت قنبلة موقوتة، وهو ما سبب بحرق أحدى الخيم في مخيمات عربت في السليمانية، مما ينذر بأحداث أخرى وخسائر قد لا تحمد عقباه. كانت الصوبة واقعة، فكانوا الأطفال يلعبون داخل الخيمة، فمن جينا لقينا الخيمة مشتعلة، دورنا على الأطفال، الحمد لله كانت أمهم موجودة، أمهم يعني كانت تغسل هنا بهاي الغسالة. جت تركض طلعتهم الأطفال، ثلاثة أطفال كانوا، واحد رضيع، بنت رضيعة، واثنين كبار، فطلعتهم من الخيمة. بعدها جينا نركض، جينا لقينا عاد غراضنا كلها محترقة، فلوس محترقة. والله هو يعني هي كنا محضرين انه عندها مرض، هي مرض السرطان، فكنا متحضرين نروح لايران ان شاء الله بشهر الرابع، فكان عندنا فلوسنا تقريبا 40 ورقه 650 الف وذهب، وهاي كلها راحت، وملابسهم وفرشهم كلها راحت. واشار البعض ان الخيم مصنوعه من مواد قابله للاشتعال وبسرعه وغير امنه، مناشدين الحكومه والمنظمات الانسانيه بتقديم يد العون لهم. على هاي الخيمة، المادة هاي الخيمة ينطونها مادة نفطية، يعني 35 ثانية الخيمة تشتعل، حتى إذا بها أطفال ما يقدر يدخل عليها أبد، يعني خلال 34 ثانية تنتهي. وإحنا نفضل أنه هاي الخيم تتبدل بخيم مثل هاي الخيم، هاي الخيم كل جيدة جدا، هذه حتى لو تحترق، حتى لو أكو طفل يحرقها يقدر يخلص نفسه، بس هسه على الأطفال إذا أكو طفلين ثلاثة داخل الخيمة ما راح يخلص نفسه ولا نقدر إحنا ندخل عليهم. يعني المواطن من اشتعلت صاعت عاطت المرأة، من عاطت المرأة جاي يركض يقول من دحج أخذت الخيمة، بعد ما أقدر سطر الخيمة خلاص نهائي. نحن نشكر قناة صلاح الدين الفضائية التي واكبتنا منذ نزوحنا ولا يومنا هذا، وشاركتنا جميع معاناتنا. أخي الفاضل، اليوم احنا نتحدث بخصوص الحريق اللي حدث ظهر أمس. هذا الحريق الذي نشب عن طريق الإهمال، عادة ما يتكرر الإهمال المتكرر، ولا سيما هذه الخيم، قسم من الخيم تكون خفيفة، هذه هي سريعة الاشتعال كونها تحتوي على مادة نفطية أو غير ذلك. فإحنا من خلال قناة صلاح الدين الفضائية ومن خلال كادرنا المحترم نناشد الحكومة المحلية والحكومة المركزية، ونناشد جميع المنظمات الدولية أن تتدخل في مساعدة النازحين. وأكد البعض أن الحادث ليس الأول من نوعه، مطالبين العودة السريعة لمدنهم والتخلص من المعاناة وتحمل المخاطر اليومية. وهذا مو أول حادث، هذا تقريبا صار أكثر من 200 حادث لحد الآن. قناة صلاح الدين الوحيدة اللي تعاني ما نعاني إحنا، إذا ظلنا إيش راح نموت، يومية خيمة يومية خيمتين راح نموت، راح يخلص المخيم كله، فنرجو العودة إلى ديارنا، وأكثر من هذا إحنا ما نريد من عدو. ويعاني سكان المخيم من الأوضاع المعيشية المزرية في ظل قلة المساعدات المقدمة من المنظمات الإنسانية وإهمال من قبل الحكومة المركزية، محمليها المسؤولية عما آلت إليه أوضاعهم بسبب تقاعسها عن إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وعدم جديتها في العمل على تأمين الأوضاع وعودتهم إلى منازلهم. لقناة صلاح الدين، عدنان أحمد، السليمانية.